جرافيك المباراة عندنا حاجات كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم. أولا هو تاريخ المواجهات ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري العام المصري. الحقيقة الأهلي شارك في 59 وكذلك نادي الزمالك. النادي الأهلي البطل في 40، أخيرا أنا عرفت هم 40 مش 41، ماشي لعله خير. البطل النادي الأهلي 40، الوصيف 11، المركز الثالث 3 مرات في تاريخ النادي الأهلي. أما نادي الزمالك فشارك في الدوري العام المصري 59 مرة، البطل 12 مرة، الوصيف 32 مرة، وهنا بيتفوق على النادي الأهلي الحقيقة ال 11 مرة فقط هو الوصيف، وأيضا في المركز الثالث 9 مرات ونادي الأهلي 3 مرات فقط. أهداف الفريقين في الدوري العام المصري، نادي الأهلي 145 هدف من 59 مشاركة، ونادي الزمالك 100 هدف من 59 مشاركة. في الدور الأول فقط 69 للنادي الأهلي 42 لنادي الزمالك، الدور الثاني 68 للنادي الأهلي 55 لنادي الزمالك، أهداف فاصلة 6 للنادي الأهلي وثلاث أهداف لنادي الزمالك، أما الأهداف الاعتبارية هدفين للنادي الأهلي ولا يوجد أهداف لنادي الزمالك. بعد كده تاريخ بقى المباريات، النادي الأهلي نادي الزمالك والنادي الأهلي لعب 116 مباراة، فاز في 43، تعادل في 47 مباراة، هزم في 26 مباراة، له 145 هدف عليه 100 هدف، وده النادي الأهلي. أول وآخر مباراة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري، أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 10 ديسمبر 1948، وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. أما آخر مباراة بين الفريقين كانت يوم 16 إبريل 2018 وانتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد للنادي الأهلي. أما أول هدف للأهلي أحمد النجم الكبير أحمد مكاوي، آخر هدف كابتن وليد سليمان. أما أول أهداف نادي الزمالك النجم الكبير الكابتن عبد الكريم صقر، وآخر هدف أحرزه نادي الزمالك كابتن أيمن حفني. لقاءات الزمالك والأهلي بالدوري في مارس، في مارس بس، في شهر مارس بس، في شهر 3 نادي الأهلي لعب مع نادي الزمالك 13 مباراة، نادي الأهلي فاز في 5، تعادل في 5، فاز نادي الزمالك في 3 مباريات. أما أهداف النادي الأهلي في شهر مارس فقط 12 هدف، وأهداف نادي الزمالك 10 أهداف. أكبر فوز للنادي الأهلي على نادي الزمالك، أنا مش هقول، عارفين، خالد بيبو النجم الكبير 6-1 مرة واحدة، 4-1 مرة واحدة أيضا، 4-2 مرتين، 3-0 6 مرات، 3-1 مرتين. أما أكبر فوز لنادي الزمالك على النادي الأهلي 3-1 3 مرات. 66 لاعب أحرزوا أهداف للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك ببطولة الدوري العام، منها هدف ذاتي أحرزه أحمد توفيق في مرمى نادي الزمالك طبعا. أما أهداف نادي الزمالك في مرمى الأهلي 58 لاعب أحرزوها خلال الفترات اللي فاتت، منهم 3 أهداف ذاتية، إبراهيم كبير ومحمد عامر وأحمد السيد في مرمى فريقهم النادي الأهلي. طبعا بعض النوادر عن هذه المباراة، لاعبين أحرزوا للفريقين في الدوري، حسام النجم الكبير الكابتن حسام حسن 9 أهداف، 5 أهلي و4 زمالك. أما الآخر الكابتن جمال عبد الحميد النجم الكبير أحرز 3 أهداف، 1 للأهلي و2 للزمالك. الكابتن محمد عامر لاعب النادي الأهلي أحرز هدفي لقاء الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر 1981، المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أما أحرز للزمالك في مرمى فريقه الأهلي ثم تعادل للنادي الأهلي، مباراة واحدة انتهت بفوز اعتباري للأهلي على الزمالك بعد انسحاب الزمالك في الدقيقة 6 يوم 9 إبريل 99، واحتسبت النتيجة بهدفين مقابل لا شيء. في 30 مارس 1973 فاز الأهلي 1-0 على الزمالك، أحرزه النجم الكبير كابتن مصطفى يونس. دلوقتي بقى أو ماذا سيحدث بعد 46 سنة
في 30 مارس 2019 في 30 مارس 73 مصطفى يونس نجم الكبير أحرز هدف الفوز للنادي الأهلي. بكرة إن شاء الله هتشوف إن شاء الله إن شاء الله من سيحرز هدف الفوز لنادي الأهلي أيضا. هداف النادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك كابتن حسين عطية توتو 7 أهداف، النجم الكبير محمد أبو تريكة والنجم الكبير طبعا 7 أهداف، كابتن سيد الدوزوي 6 أهداف، والنجم الكبير كابتن صالح سليم 6 أهداف، رفعت الفناجيلي كابتن رفعت الفناجيلي 6 أهداف، عماد متعب 6 أهداف، مكاوي كابتن أحمد مكاوي 5 أهداف، الشيخ طه إسماعيل 5 أهداف، كابتن حسام حسن 5 أهداف، كابتن خالد بيبو 5 أهداف، نجم الكبير مصطفى عبده ونجم الكبير علاء ميهوب ومؤمن زكريا كل ولكل منهم 4 أهداف، كابتن وجيه مصطفى وكابتن إبراهيم حسن وكابتن علاء إبراهيم وأمادو فلافيو ووليد سليمان ولكل منهم 3 أهداف. أما هداف الزمالك في مرمى النادي الأهلي الكباتن الكبار علاء الحمولي وخليل سعيد الأدري 5 أهداف، والنجم الكبير كابتن حمادة أمام وكابتن عمر النور أيضا كابتن حسام حسن بعد انتقاله لنادي الزمالك وجمال حمزة ولكل منهم 4 أهداف، أيضا كابتن أيمن يونس وكابتن عبد الحليم علي ولكل منهم 3 أهداف. غدا إن شاء الله قائمة النادي الأهلي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، باسم علي، محمود وحيد. أما خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السلية، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعة جونيور، أجاييه، جيرالدو، ومحمد شريف. أما في خط الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي. أما قائمة نادي الزمالك والتي أعلنها نادي الزمالك اليوم: في حراسة المرمى جنش وعماد السيد، خط الدفاع حازم إمام وحمدي النقاز ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام. أما خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد وأحمد زيزو وكهربا ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأيمن حفني. أما خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد وحميد أحداد تحت قيادة المدير الفني كريستين جروس، المدير الفني طبعا لنادي الزمالك. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن لغة الأرقام ما بين النادي الأهلي ونادي